السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري من الأولى. والبداية بالعنوان. بأمس ميز بإقليم الحوز، مؤسسة محمد الخامس للتضامن تنظم حملة طبية جراحية لإزالة البيه البيضاء، مبادرة تعزز جهود هذه المؤسسة في تقريب الخدمات الطبية من ساكنة المناطق المتضررة من زلزال الحوز. فعالية زهرية مراكش ترسيخ لعادات وطقوس خاصة بتقطير الزهر، وتصادف هذه السنة الاحتفاء بالمدينة الحمراء عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي. وأندلسية تطوان تثمين للتراث الموسيقي المغربي الأندلسي الأصيل وتكريم لرواده البارزين. تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، يقوم الحرس الملكي بتوزيع وجبات إفطار يوميا لفائدة الأشخاص المأوزين بعدة مدن مغربية، مبادرة تضامنية في الشهر الفضيل. نتابع إحدى صورها من مدينة طنجة مع أنسة بومهدي وسعيد نجح. يتجدد اللقاء مع الشهر الفضيل، وتتجدد معه اللمسات الإنسانية التي تنبض بالرحمة والتضامن. الحرس الملكي يساهم في المبادرات التضامنية التي تميز شهر الصيام بتوزيع وجبات إفطار طيلة الشهر الكريم لفائدة الأشخاص المعوزين، عملية تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية. الحمد لله حنا يعطينا الناس بالدراويش وما عندنا شي، وسيدنا تفكرنا في العواشه الله يجازيه بخير. عشان عليك الحمد لله، المغرب مزيان الحمد لله، كيتعاونوا معايا مزيان الحمد لله، انا مالي احسن من مالي. لضمان حسن سير العملية تسهر أطر من الحرس الملكي بتعاون مع السلطات المحلية على هذه العملية الإنسانية التي ترسم صورة جميلة عن التضامن والتعاضد بين أبناء الوطن. الحمد لله على هذه المبادرة الطيبة ديال جلالة الملك، والله يخليه لينا والله ينصرو. يوميا كنجينا ناخذ هاد كتعاون بزاف صراحة، الله حنا الناس الضعفاء وما في الحال ديالنا، والله ينصر سيدنا. ستتواصل العملية طيلة شهر الرحمة، وسيتم يوميا توزيع عدد كبير من وجبات الإفطار، عدد يعكس حجم المجهودات المبذولة وحرص الفرق المشاركة على الاستفادة الجماعية. فالعملية ليست مجرد توزيع للطعام، بل هي بناء لجسور التواصل والتآخي بين مختلف شرائح المجتمع. إلى إقليم الحوز، حيث تشرف الحملة الطبية والجراحية التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن لإزالة المياه البيضاء بجامعة أمس ميز، تشرف على نهايتها بعد أن تمكنت الفرق الطبية من تقديم خدماتها الجراحية لفائدة 130 فردا من ساكنة المنطقة. هذه المبادرة تعزز جهود هذه المؤسسة في تقريب الخدمات الطبية من ساكنة المناطق المتضررة من زلزال الحوز. أمين علام والمعتصم بالله الوزاري. على مدى 3 أيام تواصلت جهود الأطقم الطبية هنا بهذه الوحدة الطبية المتنقلة التابعة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن بجامعة أمزميز إقليم الحوز لإجراء عمليات جراحية ل 130 من ساكنة هذه الجماعة لإزالة جلالة، مبادرة تضامنية تأتي لتعزيز الجهود التي تقوم بها هذه المؤسسة لدعم ساكنة المناطق المتضررة من زلزال الحوز والتي كان لها بالغ الأثر على نفوس المستفيدين. كانت عندي جلالة شي عام هذا، ايوا مشيت لتحنا تمشي وتنجي وعطوني الرانديفو بعيد ليا داك الرانديفو. ملي جات هاد الحمله الحمد لله، الله يخلي لينا ملكنا، الله يخلي لينا محمد السادس. كانت عندي جلاله حيت دوزوا ليا قال لك راه عندك العدسه، ماشي جلاله قال لك جلاله هي لقتنا لك راه عندك العدسه لاله واش صعدونا. جيت البارح ودوزوا ليا وتهلاو فيا وعندي واحد العين فيها الجلاله، واليوم ان شاء الله غادي نديروا العمليه ان شاء الله تعالى بحول الله وقوته. الحملة الطبية والجراحية عبأت لها مؤسسة محمد الخامس للتضامن إمكانيات بشرية ولوجستيكية هامة، تميزت بالتشخيص والتتبع عن بعد الحالات من طرف أطباء أخصائيين منخرطون في هذا العمل الإنساني التضامني، إلى جانب العديد من الشركاء الذين يساهمون في توفير الشروط المناسبة للتكفل بالمرضى. بعد التشخيص وبعد إجراء يعني الفحوصات الدقيقة والمقاييس
احتفظنا بما قدره 130 مريض ليستفيدوا من هذه العملية. فاليوم يعني نكون قد استوفينا يعني عملنا بالتمام، وذلك بتنسيق مع مختلف الشركاء. على مدى 3 أيام مؤسسة محمد الخامس للتضامن وصلت هذه الحملة الطبية الجراحية على مستوى أمزميز. الوحدة الطبية المتنقلة التابعة للمؤسسة تمنح نموذجا جديدا من العلاجات تتوزع بين التشخيص والتشخيص الدقيق والتدخلات الجراحية للقرب. المحطة الموالية ضمن هذه الحملة الطبية والجراحية لإزالة المياه البيضاء ستكون بإقليم شيشوا، ليصل مجموع المستفيدين حوالي 300 مريض. مجهودات تعمل مؤسسة محمد الخامس للتضامن من خلالها على المساهمة في تسهيل الولوج إلى الخدمات الجراحية المتخصصة لفائدة ساكنة المناطق النائية. ابتداء من يومه الاثنين 25 من مارس، مستجدات ستعرفها اختبارات رخصة السياقة ببلادنا. اجتياز امتحانات رخصة السياقة يشهد تغييرات جوهرية في الطريقة والمضمون، إذ سيتم تعديل ورفع بنك الأسئلة الخاص بالامتحان، بالإضافة إلى اعتماد منصة إلكترونية جديدة للتعلم عن بعد. فردوس الحرش وعمر إيتيسا. بنك أسئلة جديد من أجل الحصول على رخصة السياقة، معطى استهل العمل به ابتداء من 18 من مارس الجاري. من المنتظر أن تصبح الأسئلة النظرية 1000 سؤال بدل 600 سؤال المعمول بها سابقا، وذلك من أجل تكييف الرخصة مع مستجدات البنية التحتية والقوانين. تجديد في صراحة، لأن شحال من سنة إحنا سنعيشوا هذا سميتو، راه ما كانش هذا البنية التحتية اللي كاينة دابا حاليا، وبحال مثلا الترامواي، هادشي ديال لي تونيل، هادشي ديال لي غون بوين، هادشي ديال هذا، طبيعة الحال ضروري خصو الكود ما بقاش في داكشي اللي كان فيه، ضروري خصو يتزادوا شي حويجات جداد. لأجل ضمان تنزيل سليم لهذا البنك بالنظام المعلوماتي، ستقوم الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية خلال المرحلة الانتقالية ببرمجة خاصة للاختبارات النظرية، حيث سيتم إحداث منصة خاصة للتدرب عن بعد على الامتحان النظري، منصة تتعلق بكل متعلم على حدة. ولو بزاف ديال المعلومات جداد بحكم التراموي، بحكم الغرامات، بحكم لي بوان السكر، لأن دابا حاليا الكود القديم ما كانوش فيه الغرامات، لان كان ولا تعديل في المدونة السير بالنسبه للغرامات. حيدوا، كانوا في الاول قدام تحيدوا، لان كانت من 400 ل 900 مثلا علامه تقف، حاليا دابا ولات 400 والبوليسي 400، الا خلصتيها في دار الضريبه مثلا كتولي 500، تعطلتي عليها كتولي 700. في ذات السياق، من المرتقب أن يتم بدء العمل بنظام السيارة الذكية ستستخدم لاجتياز الامتحان التطبيقي لنيل رخصة السياقة، ذلك في أفق تعميمها على كافة مراكز ومدارس تعليم السياقة بالمغرب، والهدف تقليل نسبة التدخل البشري في تحديد النتيجة النهائية للامتحان التطبيقي ورقمنته. في المجال الفلاحي، عمليات وتدابير عديدة يتم القيام بها عقب السقوطات المطرية الأخيرة التي أحيت آمال الفلاحين بعد طول انتظار. إبراهيم الشقي، أحمد الفضيلي وعادل المعروفي من إقليم خنيفرة. تساقطات مطرية هامة ستساهم في انتعاش المنابع المائية وحقنة السدود ونمو مختلف المزروعات والأشجار المثمرة وكذا المراعي، وتتعدد أنواع الحبوب المزروعة من منطقة إلى أخرى. وشكلت التساقطات الأخيرة انفراجا كبيرا لدى فلاحي المناطق الجبلية بإقليم خنيفرة. لما ملي زرعناها ما كانت شتاء، الحمد لله ملي طاحت هذا الشتاء والله الخير الحمد لله طلعت، وكتبشر الخير الحمد لله، راه طلعت تقريبا على 3 جذور، وهذا الشيء تيفرح ان شاء الله بالخير. وحنا كنديروا دابا الملحه ان شاء الله، بعد الملحه ان شاء الله غادي نديروا الدواء ديال الربيع، ونطلبوا الله الشتاء ان شاء الله. هذا الشيء الحمد لله، الحمد لله شكرنا، وكان الربيع الحمد لله موجود، والخير ديال الربيع ولا شويه الماء رجع في البيار، الحمد لله وشكرنا. هذا الخير تبارك الله اللي طاح عندنا تبارك الله، والحمد لله. هذا الزرع دابا اللي كتشوفوا الزرع عندنا راه ما نبتات حتى شهر جوج، ونفعات هذا الشتاء تبارك الله والحمد لله. وحنا دابا كنساعدوها بالملحه باش تزيد تبارك الله، ونشوفوا الخير القدام ان شاء الله، وكنحمد الله ونشكره، حيت هذا الخير هذا ما عمرنا شفناه تقريبا هذه عامين، حيت كانوا كان الجفاف. مازال متبعين غير الزريعه القديمه، الزريعه البيضاء والزريعه الكحله، ما داخلين شي زرع جداد بحال مرزاقه بحال
وإني مازال الناس متبعين غير الزراعة القديمة هي اللي كتصبر شوية على حسب الجفاف وهذا وفيها شوية الفائدة. ويعمل الفلاحون بالمنطقة في أنشطة فلاحية مختلفة من تربية المواشي إلى الزراعات التقليدية، وتشكل الأمطار أهم مكون مائي إضافة إلى مواكبة تقنية لتثمين المنتوج بمختلف أصنافه. أولاً بعد ذلك يدير الأسمدة الأزوتية باش يعطي انتعاشه ويزيد يعطيه هو واحد القوه لهاد الزراعات باش تزيد النمو ديالها. ثانيا من بعد فاش كل شويه تحسين ديال الظروف المناخيه غيدير الادويه ضد الاعشاب المضره. في افق تساقطات مطريه منتظره يواصل الفلاحون العمل على تمكين المزروعات من اسمده المنتقات من اجل محصول جيد نهايه الموسم. يعاني العديد من الصائمين خلال شهر رمضان المبارك من التوتر الزائد الذي كثيرا ما يتسبب لهم في مشاكل اجتماعية وأحيانا صحية. أسباب التوتر تختلف من شخص آخر لكنها تتوحد في العادات الاستهلاكية والسلوكات اليومية. أمين النووي وسفيان إبراهيم. خلال شهر رمضان الكريم تتغير العديد من العادات الغذائية والسلوكيات اليومية بالإضافة إلى اختلال ساعات النوم، ما قد يزيد من نسب التوتر والضغوطات الاجتماعية والنفسية لدى بعض الصائمين. توتر يرتبط أيضا بتدخين أو الاستهلاك الكبير لمادة الكافيين أو زيادة الأعباء اليومية قبل الإفطار. تكون واحد الضغوط الاجتماعية على الإنسان، اختلال على مستوى ساعات النوم، وكذلك الروتين اليومي كيتبدل بما فيه أن الناس اللي كيستعملوا القهوة ما كيبقوش يستعملوها، الناس اللي كيدخنوا أو لغير ذلك. فهذا الشيء كامل عوامل تتخلي أن الإنسان تيوصل واحد المستوى عالي ديال التوتر. وبالنسبة للنساء كيتزاد عليهم الخدمة أكثر، دونك تيولي مستوى التوتر عندهم أكثر. التوتر خلال شهر رمضان الكريم قد ينعكس سلبا على صحة الصائمين، ما يبرز ضرورة زيارة الطبيب واتباع أنظمة غذائية متوازنة. أول شيء اللي كنوصيو عليه هو أنه الإنسان خصو ياخذ الساعات الكافية ديالو ديال النوم، حيت إلا ما خداش الراحة ديالو في النوم غيحس يعني الغد اللي غيحس بالتعب، غيحس بالعياء، زائد الجوع زائد العطش، الحاجة اللي غادي تخليه يحس بالتوتر. الحاجة الثانية هي التغذية، خصها تكون متوازنة، تكون غنية بالخضر وبالفواكه، يكونوا فيها النشويات، اللحوم، يكونوا فيها البروتينات، الحاجة اللي غادي تجاوب الحاجيات اليومية ديالنا ديال الطاقة. خص الإنسان يشرب كمية كافية ديال الماء، يعني هذه كلها أمور للصائم خصو يديرها بالإضافة إلى ضبط النفس. اتباع أنظمة غذائية متوازنة والنوم لساعات كافية قد يساهمان في تجنب التوتر لدى الصائمين، بالإضافة إلى الالتزام بقيم التسامح والصبر خلال هذا الشهر الفضيل. بمراكش عملية تقطير الزهر التي توارثتها الأجيال تمر وفق عادة وطقوس خاصة. احتفالية تقطير الزهر تصادف هذه السنة الاحتفاء بالمدينة الحمراء مراكش عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي. سيام بخريفي وحياة فخري. زهرية مراكش عادة توارثتها الأجيال عبر السنوات وتقليد ضارب في القدم، حيث دأبت النساء على تقطير الزهر بحلول فصل الربيع بالاعتماد على الطرق التقليدية التي لطالما ميزت كل بيت مغربي. هذه الزهرية، هذه المراسيم لتقطير ماء الزهر يعني برمجت في احتفاليات مراكش عاصمة للثقافة الإسلامية أو للثقافة في العالم الإسلامي، وهذا الحدث لا يأتي إلا مرة في القرن تقريبا، ولأن نظرا لعظم شأن مدينة مراكش في العالم في تاريخ العالم الإسلامي وفي رهينه كذلك. تقطير الزهر واحد العادة اللي توارثناها على مواتنا وعلى جدواتنا وعلى دونك شي حاجة اللي عندنا ضرورية في فصل الربيع، كنحتفلوا بفصل الربيع بتقطير الزهر. دونك الموسم ديال تقطير الزهر واحد الحاجة اللي شي حاجة عادة اللي عندنا ضرورية باش تكون. ووفق طقوس خاصة تعكس العمق والتنوع الثقافي، عملية تقطير الزهر بمدينة مراكش مرت في أجواء مميزة خلال هذه الأمسية الرمضانية التي تفوح برائحة الزهر ونسائم فصل الربيع. الاحتفاليات تستمر بمناسبة زهرية مراكش في دورتها الثانية عشر،
بالموازات من الأنشطة المتعلقة بمراسم تقطر الزهر اللي ضارب في التاريخ وعادة من العادات السيدات المراكشيات. جمعية منية مراكش بالموازات لهذه الأنشطة تنظم عدة احتفاليات فنية. في كل بيت مغربي ماء الزهر موجود نظرا لاستعمالاته المتعددة. عملية تقطيره تمر بعدة مراحل وتحمل دلالات كثيرة في الثقافة المغربية، وزهرية مراكش واحدة من الاحتفاليات التي تقدم عملية تقطير الزهر وفق عاداتها وطقوسها الخاصة. بمرتيل معرض للصناعة التقليدية لفائدة المقاولات الصغرى والحرفية بالمنازل بهدف دعم وتسويق المنتوجات اليدوية والتعريف بها بما يسهم في تعزيز حضورها بالأسواق. المعرض من تنظيم الجامعة الإقليمية للمصممي الأزياء بالمضيق. فن الشاكر العلوي، عبد العلي قنوني ونور الدين وباري. الصناعة التقليدية رافعة للتنمية المحلية شعار يرفعه هذا المعرض الرمضاني بمرتيل الخاص بدعم المقاولات الصغرى والحرفيين والحرفيات لإبراز قدراتهم والتعريف بمنتوجاتهم وتسويقها. فرصة هذه بغيت نبين الخدمة ديالي للناس ويعرفوني، يزيد يعرفوني الناس ويعرفوا الخدمة ديالي، ومرحبا أي واحد مرحبا به. شاركت في هذا المعرض باش نسوق المنتوج ديالي ونعرف المنتوج ديالي، وانا فرحانه الصراحه بهذا المعرض اللي اول مره اللي كنشارك فيه، وكنتمنى من الله يكون كل شيء مزيان. جيت لينا لهذا المعرض ديال مرتين باش نسوق المنتوج ديالي ونعرف بالمنتوج ديالي شنو كنخدم في الصناعه التقليديه. هذا المعرض بمرتيل الذي يتزامن مع الشهر الفضيل تنظمه الجامعة الإقليمية لمصممي الأزياء بالمضيق الفنيدق في بادرة تروم تشجيع تسويق منتجات الصناعة التقليدية المتنوعة والتي تشارك من مختلف جامعات الإقليم. احنا عملنا هذا المعرض تحت عنوان نسمة رمضان، بغينا ننميو التنمية الاقتصادية للمقاولات الصغرى والمتوسطة. جبنا منتوجات قلال وحاولنا نعملو كل ستوند يكون من مدينة يعني اللي كتمثلنا المنطقة ديالنا كاملة، واخترنا هذا التوقيت هذا يكون يعني رمضان باش المرأة بصفة خاصة انها تبيع المنتوج ديالها وتروج المنتوج ديالها. طيلة أسبوع كامل من الشهر الفضيل بالهواء الطلق بمرتيل ينفتح معرض نسمات رمضان على ساكنة المنطقة للتعريف بما تبدعه أنامل الصانعات والصناع التقليديون لتعزيز ودعم تسويق منتوجاتهم المتنوعة والتعرف على مجموعة من الأفكار الجديدة وتبادل الخبرات فيما بين المشاركين. حزبيا، نظم الحزب الاشتراكي الموحد لقاء تأبينيا للمناضل والفاعل السياسي ومؤسس الحزب بفاس الراحل محمد بن سعيد أيتي الدر. لقاء استحضر مسيرته ومواقفه ونضالته. حسناء بن جابي وأنور غماري. بفاس لقاء بمناسبة الذكرى التأبينية للمقاوم وأحد مؤسسي اليسار المغربي محمد بن سعيد أيتي الدر. اختار الحزب الاشتراكي الموحد أن يخلد ذكرى رحيل بن سعيد أيتي الدر في كل فروعه بالمدن المغربية لما يشكله هذا اليوم من رمزية في تاريخ اليسار المغربي. كل المدن المغربية اليوم تحتضن واحد من أبنائها البررة. كل المدن المغربية وعبر كل الاختلافات الفكرية والإيديولوجية والسياسية أبى هذا المواطن المغربي مهما كان انتمائه إلا أن يؤبن كما قلنا واحد من رجالات الوطن. إنما نؤبن تلك القيم العالية التي كان الفقيد طيلة حياته القريبة من المئة سنة كان دوما يدافع عنها بصلابة وقوة واستمرارية. اللقاء التأبيني للراحل محمد بن سعيد أيتي الدر والذي انتقل مؤخرا إلى دار البقاء عن عمر يناهز 99 سنة ساهمت فيه شخصية في مجال العمل الفكري والسياسي والحقوقي، شخصية أشادت بخصال الراحل. يعد الراحل واحدا من أبرز وجوه المقاومة ضد الاستعمار وأحد رموز اليسار المغربي منذ أزيد من أربعة عقود. ثقافيا، أمسية شعرية زجلية بالحي المحمدي بالدار البيضاء ضمن فعالية المهرجان الوطني الخيمة الشعرية بحضور جمع من الشعراء والزجالين. حسن زكي ومصطفى ودة. شفت الهيل فوق راس ذاك الجبل
قصائد زجلية سحرت بكلمتها العامية قلوب الجماهير الشغوفة بالزجل والحاضرة بالمهرجان الوطني الخيمة الشعرية في دورته الثانية، دورة حاولت لم شمل مجموعة من الزجالين المغاربة من أجل تقديم جديد ما جادت به قريحتهم. ايام كان دي حسي مشي والشوره برموج فني في البحوله. هذا الملتقى كنديروه كل عام، المهرجان ديال الحي محمدي للشعر، للشعر باش الناس يتلاقاو ويتعارفوا ويعطيو الجديد ديالهم. وهذا العام ردمناه في رمضان على اجواء ديال مورا الفطور كتكون امسيات وكتكون الناس باغا تخرج باغا تشوف، كنعطيو الفرصه للجمهور الشغوف حتى هو باش يعرف قيمه الشعر وقيمه الزجل. بالنسبه لنا حنا كصالون ثقافيين بكلام الناس او كجمعيه انا وطني فكنظموا الملتقيات كثيره، يعني تقريبا من نهار بدات بدينا الانشطه عندنا تقريبا كل شهرين كنديروا حفل كيكون فيه تكريم او توقيع ديوان ديال شاعر من الشعراء. كذلك اليوم غنكرموا مجموعه من الوجوه في ميدان الشعر والزجل. اللقاء شكل مناسبة كذلك للتكريم والاعتراف في حق شعراء وشاعرات قدموا الشيء الكثير للزجل المغربي، وفي مقدمتهم الزجال عبد الرحيم بطمة. كما تعرفون أن الزجل هو لسان الحال، والزجل هو شعر فيه صور بيانية وفيه انزياحات، فيه الصورة وفيه البلاغة فيه كل شيء. فلغتنا الدارجة راه معجزة، راه كفء باش تأدي الوظيفة ديالها الأدبية. التراث الشعري العربي الفصيح رائع، والشعر المعاصر والحديث رائع، لكن أنا نخص بالذكر الزجل لأنه قادر على الوصول إلى النفس بأسرع طريق وبأسهل وسيلة. تبقى مشكلة وحيدة أن الزجل غير عابر للبلدان بالصورة الكافية، بل أحيانا يكون غير عابر للبلدات نتيجة اختلاف اللهجات. أمسية فنية وثقافية احتفلت بالشعر والشعراء خلال هذه الليلة الرمضانية من أجل الارتقاء بالأضواء والتعبير عن تعدد نسيج الهوية المغربية الفنية وغنى موروثها الثقافية. في الفن التشكيلي نظرات نسائية عنوان معرض الجبائيين احتفاء بالبرأة بمشاركة 15 فنانة وفنان يمثلون مدارس تشكيلية مختلفة تناغمت إبداعاتهم بفضاء المكتبة الوسائطية لمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء. فاطنة تابوت، عاشور بن مسعود وعزيز أنقمار. بالريشة والفن يحتفى بالمرأة عن طريق تلة من الخامات الفنية بتقديم رؤاهم وتجاربهم المختلفة في مشهد يتكرر لثامن دورة من أجل تتويج إنجازات المرأة وتتمين مجهوداتها الجمة في المجتمع من خلال لوحات زينت فضاء العرض بإبداعات فنية تمنح الجمهور لحظة جمالية. دورة ثامنة نظرات نسائية تنعملوها من أجل النساء المناضلات ومن أجل الفنانات اللي كيبدعوا، وتنهديوها كل النساء أينما كانوا وأينما وجدوا. حاولت نمجز ما بين التكنولوجيا والفن المعاصر الحالي اللي حنا خدامين فيه. اختاريت أنا هاد لي كولور أول حاجة اللي هما كيمتاجوا شوية الكآبة ولكن كيبينوا دور المرأة في الحياة، كيفاش هي المعاناة ديالها وكيفاش هي كتمتاج بحد الجهد أنها كتبغي تبين صورة ديالها في هذا الوقت. أنا تنحضر لهذا المعرض كمكرمة، وشكرا للناس يعني اللي متكلفين يعني بالتكريم، وتنشجعهم طبعا، تنشجع المرأة عطات يعني تبارك الله في البلاد في جميع المجالات، يعني لا في الفن وفي الصحافة وفي الرسم وفي يعني في جميع المجالات، حتى المرأة في البيت المربية. هو معرض للاحتفاء بالمرأة يشاركها فيه الرجل تجسيدا للاحترام والتقدير لها باعتبارها جزءا لا يتجزأ من كيانه وكينونته وعنصرا مهما في حياته. أشارك في معرض نظرات نسائية لأظهر أنه صراحة المرأة دائما كانت موضوعة للفن، كانت ملهمة للفن، وبصفتي رجلا أعتقد أنه تواجدي كرجل إلى جانب المرأة فهو دعم لها ودعم لحضورها الفني.
معرض نظارات النسائية في دورته الثامنة هو محطة للإنصات للغة الفرشات، ويتيح المجال لتلقح التجارب ما دام المعرض يجمع فنانين من مدارس تشكيلية متنوعة. رياضيا، يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم يوم الثلاثاء القادم مباراته الودية الثانية أمام موريتانيا بالملعب الكبير لأكادير، وحتى الآن فقد سجل إقبال جماهيري على اقتناء تذاكر المباراة وقمصان المنتخب الوطني من أجل تقديم الدعم لأسود الأطلس. أمين محمد أمين نوري ومحمد أمين عموري. خمس نقاط وضعت رهن إشارة الجماهير لسحب تذاكر مباراة موريتانيا يوم الثلاثاء القادم، وهذه إحداها بالحي المحمدي بأكادير. تكاد التذاكر أن تنفذ فيما يغيب الضغط والاكتظاظ بسبب سلاسة نظام السحب الإلكتروني المعتمد في المباراتين الوديتين للمغرب أمام كل من أنغولا وموريتانيا. الماتش الأول ديال أنغولا داز واحد استقبال لزوان، واللي تيكي ديزين بخير مزيان، خصوصا بهذا السيستم الجديد. أغلبية الجماهير التي تابعت لقاء أنغولا هي نفسها التي عادت لتقتني تذاكر لقاء موريتانيا، وكلها لمست تغييرا مهما في أداء الأسود بعد إقحام أسماء قدمت الإضافة على رأسها إبراهيم دياز، إلياس بن صغير، وسفيان رحيمي. أنصار المنتخب الوطني يطمعون في تحسن الأداء أكثر في مباراة موريتانيا. صراحة كاينين بزاف ديال البوادر إيجابية، كيبان لك ستيل جو ولا واحد آخر، المهم حنا فرحانين. الدراري اللي زاو جداد بالأخص دياز تبارك الله كاين واحد الفرق، رحيمي تبارك الله حتى هو في المستوى. مدينة أكادير باستقبالها لمبارتين وديتين للأسود ظهر الشوق الكبير للجماهير السوسية لملامسة التغيير المرجو في مجموعة وليد الركراكي، ما أرخى بظلاله على تجارة أخمصة المنتخب الوطني والرايات التي أنعشت جانبا من تجارة ترتفع أسهمها بارتفاع مؤشر أداء المنتخب ونتائجه وتنخفض لانخفاضه. كاين شويه الرواج الحمد لله، الناس دايزه شويه هنا الخدمه، شويه الرواج، الناس كيتقداو السلعه، كيتقداو التونيات، الرايات. بالنسبه لهذا الماتش اللي داز دابا راه تحركت القضيه الحمد لله، وكاين شويه الرواج. الموعد المتبقي للمنتخب الوطني لقاء موريتانيا ليله الثلاثاء القادم، حيث من المتوقع ان يكون الحضور الجماهيري كبيرا كما كان في مباراه أنغولا، مع طموح اكبر في تحسن المردود التقني والامل تجاوز عثره الكان الاخير ومعانقه لقب افريقي سينظم بالمغرب. نختم باجواء الموسيقى التراثيه وتمضي بنا الى تظاهرات اندلسيه تطوان. أندلسية تطوان مناسبة لتثمين التراث الموسيقي الأصيل وتكريم رواده البارزين. فن شاكر العلوي، عبد العالي قنوني، ونور الدين الوبلي. من ليالي التراث الموسيقي المغربي العريق ضمن فعاليات ثالث نسخ تظاهرة أندلسيات تطوان، والتي تنظم بغاية إحياء التراث الموسيقي الأندلسي وتكريم رواده ممن بصموا على مسار إبداعي متميز ضمن السجل التاريخي لهذا الفن. هذا العام هذا إن شاء الله تكون دورة فريدة بإذن الله، من أجل أننا نحييو الثقافة الأندلسية خصوصا في مدن الشمال. كنتمنى ان الجمهور الساكنه ديال تطوان، الساكنه ديال الشمال، انهم يفرحوا ويعجبهم هذا النشاط اللي كنديروا من اجل التطوير واشعاع الثقافه في مدينه تطوان ان شاء الله. احياء ليله تراثيه اندلسيه مغربيه صرفه ضمن الاحتفالات برمضان وفي اطار مهرجان اندلسيه تطوان، وفي الحقيقه هذا كيصب في لب الاعتناء بتراثنا اللي خلاوه الأجداد ديالنا، واللي هو واحد الكنز ثمين لا يتوفر إلا عند قليلين من الشعوب. من خلال هذا الجمهور تبارك الله اللي كنشوفوا الذي يحج بكثافة أن هذا الحفل كيدل على أن الحمد لله باقي العائلة مرتبطة بهذا الفن ديال الأجداد، اللي كنشكروا كل واحد كيحاول جهد الإمكان أنه يحافظ عليه بكل ما أوتي من القوة، لكي ديما نبقاو ان شاء الله، لان راكم عارفين ان القوه ديال الموسيقى الروحيه راها شي حاجه كبيره، كتعطينا واحد الهويه وكتدعم الهويه المغربيه. اندلسيه
أندلسية تطوان في نسختها الثالثة وليلة رمضانية يجدد عبرها الوصل بهواة الموسيقى الأندلسية وفن المديح والسماع. والمناسبة شكلت فرصة لتكريم مستحق لكل من المبدعين الفنانين عبد الرحيم السويري وعبد السلام السفياني. فرحت بزاف انا، عيطوا لي المسؤولين وكنتمنى ان شاء الله تكون الليله مزيانه من اروع الليالي بلا شك. هادشي غادي يكون ان شاء الله. هاد المدينه ما نكروش الخير ديال مدينه تطوان، خدمنا مع السي محمد العربي التمستماني ومع الاستاذ قشقاله، واليوم راه عندنا التسكريم ديالنا اللي واحد التسكريم مهم، يعني عنده واحد الابعاد اللي التسكريم ديال الفنان خصو محدو على قيد الحياه. بقدرة الجمال المقتطع من التراث متعة، وفي ليالي رمضان بتطوان وصل جميل متى كان اللقاء يعنى بالمحافظة على هوية تراثية موسيقية تسكن أهل المكان وتساهم في تذكر رواد الموسيقى الأندلسية تحت مسمى أندلسية تطوان. إلى تذكيري بالعنوان. بأمس ميز بإقليم الحوز، مؤسسة محمد الخامس للتضامن تنظم حملة طبية جراحية لإزالة المياه البيضاء، مبادرة تعزز جهود هذه المؤسسة في تقريب الخدمات الطبية من ساكنة المناطق المتضررة من زلزال الحوز. فعالية زهرية مراكش ترسيخ لعادات وطقوس خاصة بتقطير الزهر، وتصادف هذه السنة الاحتفاء بالمدينة الحمراء مراكش عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي. وأندلسية تطوان تثمين للتراث الموسيقي المغربي الأندلسي الأصيل وتكريم لرواده البارز. شكرا لوفائكم وإلى اللقاء بحول الله.